يعني مثلا آيات الربا ده فكر بشري؟ لا يعني مثلا آيات حديث منع يعني منع البيع يا حديث منع البيع لا غير ده لا 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 لحظه في غير نقطه انا بس عايز اقول لا 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 على بس على استاذ نعوض بس كده لو دكتوره آيات الربا ثلاث مصاريف اداريه في القران لا آيات الربا في القران ثلاث مصاريف اداريه وحد قال انا بقول له آيات الربا حضرتكم وافقوا عليها رفضوها ساعه الجذور يا استاذ فاطمه انت ليه السلفي قال كده التعامل مع نصوص الاسلام حضرتك لا 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 لو سمحتي لا لو سمحتي ما اسمحش بيها في اللقاء انا بقول له آيات الربا اللي موجوده في القران احنا ديمقراطيه ان تسمح او لا تسمح لا طبعا لا حضرتك ده ديني ده ديني ده ديني لا ده حضرتك كلام حدودي انا جبت القران يا ابني انا بقول له نصوص القران تقولي لي ده مخرج اداريه اي صفه يا واحده يا استاذ خالد كتاب اللي انا بقول له لا مش كتاب لا انت بتكفرها انا هكفرها لا لا اخرس انت هتقلي انا ما تقولهاش كتابك لا ما تقولهاش انا هرفع عليك قضيه بكره ارفع انت بتكفرها كده يا سيدي انا مش هكفرها في نقطه مهمه جدا انت بتقول لي الغلو الاتيه بس يا فاطمه مش انت اللي قلت ان المسيحيه اقوى ديانات العالم مش انت اللي قلت ان القران ايات الرعب والارهاب في القران قلت ان المسيحيه مش انت اللي قلت الكلام ده مش انت اللي قلت انت اللي طلعت قلتي انت اللي قلت في الكنيسه بتصلي والناس مصوراك وانت بتصلي في الكنيسه يا غبي انت اللي قلت ان المسيحيه انت قللت الادب اصلا لا 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 يعني ايه يا غبي غير مسموح غير مسموح حضرتك يعني مسموح انها تشتم لا لا حضرتك لا انت بتوجه اتهامات خطيره حضرتك بتتكلم ايه يا سيدي اللي انا دي واقعه ولا مش واقعه غير مقبوله تنكر انك كتبت الكلام ده تنكر انك كتبت الكلام ده ارد ولا مش عايز تتكلم ولا حضرتك تتكلم انا خلاص انا ما قلتش اتهامات يا دكتوره لا قلت وقائع وقائع ايه انا بقول لها وقائع انت كتبت انت واحد اثنين ثلاثة أربعة صح ولا غلط؟ لو طلعت غلط عشان تسمع عشان تعرف ان انت جاهل انت اللي جاهله هتسمع عشان تعرف انت اللي جاهله يا استاذ خالد استاذ خالد دكتوره اسلوب الحوار يبقى هادي لو سمحتوا لو سمحت من فضلك يا استاذ خالد لازم هي ترد على الاتهامات اللي حضرتك قلتها وما تقاطعها من غير تجريح مين اللي جرح انا قلت لها انت جرحت لا 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 يا دكتور لا 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 انا قلت لها انت قلتي كتبتي واحد اثنين ثلاثه اربعه ولا لا ممكن تلتزم الصمت الست ما اتكلمتش من اول حلقه كويس وانت وجهت اتهامات فتح هذه المواضيع لان واضح ان مش كل الناس بتقرا زي الاستاذ